السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف ازاي نغير الموقع العام واللاندسكيب بتاع المكان زي ما احنا عايزين. دلوقتي ممكن اجي هنا واقول له انا عايز مثلا ايه جزء مرتفع بالشكل دوت، او جزء مثلا منخفض بالشكل دوت، وعايز احط مثلا شوية مية. اقدر اجي هنا اقول له انا عايز شوية ووتر بالشكل دوت، اقدر اقول له انا عايز ووتر بالشكل دوت. عايز تقدر تتحكم، بس انا عايز يبقى في جزء من الارضيه كده ظاهر، تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز، او تقول له انا عايز كله محيط. طيب هنجي دلوقتي على البنت اهوت، عايز اغير شكل الحشيش اللي هنا دوت. الحشيش ديت ممكن تختار الارضيه بالشكل ده او ده او ده، يعني ممكن تخليها مثلا امريكان ستون بالشكل دوت، هتبقى كلها بالشكل دوت. تقدر تغيرها تخليها مثلا حاجه بالشكل دوت زي ما تحب. تقدر تقول لا طب انا عايز الصخور دي مثلا تبقى بالشكل دوت، ممكن تقول له انا عايز الطيب ده تغيره الطيب ده تغيره، ممكن تقول له انا عايز اغير السايز بالشكل دوت، ممكن تقول له انا عايز اللاندسكيب كلها مرة واحدة تغير الشكل دوت او الشكل دوت. الصخور تظهر او متظهرش بالشكل دوت، وتعدل يعني تقدر تعدل كل اللي انت عايزه بحيث تخلي اللاندسكيب بالشكل اللي انت عايزه، سواء مثلا الحاجة دي كانت موجودة مثلا في أرض صحراوية أو أرض جليد زي ما انت عايز. تقدر تفعل الجريس اللي هو الحشائش، تفعل الكوين، أقول له مثلا عايز المكان كله بالشكل دوت وهكذا.